يا صباح الفل عليكم مشاهدينا، حلقة جديدة من حكاية هي. هكون معاكم أنا وهدير زميلتي. صباح الفل يا هدير. صباح الخير يا معي. النهاردة يا هدير بقى هنتكلم عن فكرة الحالة النفسية وقد إيه بتتحكم فينا. النفسية كتير قوي بنسمع عنها في بيوتنا، بنسمع فكرة إنه عبارات كتير بتتقال زي النهاردة أنا زهقانة، مزاجي وحش جدا، هاكل أكلة دسمة بقى تظبط مودي، أو هاكل شوكولاتة هي دي اللي هتظبطني، بس برضه هي اللي بتكئبني لأني بتخن بعدها. وبعدين نسمع امهات كتير بتقول لاولادها يا ابني كل شويه تقول لي انا جعان اول ما نيجي نبدا المذاكره، وتيجي ام تاني تقول لبنتها انت كده جسمك حلو قوي وبتديها الثقه بالنفس، وام تانيه بتقول لها مالك بقيتي قلبوزه كده وطول النهار تلخبطي في الاكل. الموضوع علاقه يعني قويه جدا بين الاكل ونفسيتنا، علشان كده هيكون معانا ضيفنا النهارده دكتور محمد حمودة، مدرس استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان بجامعة الأزهر. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك أستاذة المفاهدين، منورنا. تنورك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا دكتور، منورنا النهاردة في الحلقة. أهلا بحضرتك دكتور. إحنا علاقتنا بالأكل علاقة بتبتدي من وإحنا صغيرين، أول ما بنبتدي نكبر الأم علشان تكافئ ابنها تديله حاجة حلوة، علشان يعمل الواجب تديله شوكولاتاية، وبنبتدي نكبر ونستنى الشوكولاتاية دي، ومع الشوكولاتاية دي كل ما بنستناها أكتر كل ما بتبتدي بقى علاقة توتر وخوف من الأكل. هل علاقة التوتر والخوف من الأكل دي ممكن بعد كده مع الوقت تروح للمنطقة بتاعة اضطرابات الطعام اللي احنا ممكن نكون بنسمع عنها؟ بالظبط كده، ممكن طبعا تودينا لاضطرابات الأكل، بس احنا عشان نتكلم عن موضوع الحالة النفسية والأكل لازم نعرف ثلاث حاجات. واحد، نعرف هو ايه علاقة الأكل بالحالة النفسية، يعني ازاي الحالة النفسية مرتبطة بالأكل. تمام. اتنين، ازاي بنجوع وازاي بنحس بالشبع. ثلاثة، الامراض النفسية اللي ناتجة عن الاكل او بنسميها اضطرابات الاكل. تمام. طيب. الايتينج ديس اوردر عندنا. نبتدي بعلاقة الاكل بالحالة النفسية. لازم نعرف كده ان احنا عندنا في المخ هرمون اسمه هرمون السيروتونين المسؤول عن السعادة. هرمون السعادة. هرمون السيروتونين ده بيعلى مع الاكل اللي فيه نشويات او سكريات عالية، فتلاقي انه حد مكتئب ومزاجه وحش فيروح يشتري بيتزا وياكل بيتزا يبقى مزاجه حلو، بس ده مؤقتا. صح. هو رفع فعلا نسبة السيروتونين وخلى مزاجه احسن مؤقتا، بس تاني يوم هو مزاجه رجع وحش تاني. مزمين. يروح يجيب شوكولاتة ويقولك الشوكولاتة بتحسن الحالة المزاجية، فعلا الشوكولاتة بتحسن الحالة المزاجية لانها بترفع السيروتونين، بس برضو ده مؤقتا. فالحالة المزاجية بتتأثر بإفراز هرمون السيروتونين. مزمين. عشان كده نلاقي المكتئبين الطبيعي بتاع المكتئبين ان هم يروحوا للأكل، لان هو بيحاول يعمل ديفنس تجاه الاكتئاب، فتلاقي المكتئب بياكل كتير. لكن في نوع تاني من الاكتئاب بنسميه الاكتئاب غير النمطي، المكتئب ما بياكلش ونفسه مسدوده ويقول لك ده عمال بيخس ده مكتئب وحالته النفسيه سيئه، لانه هنا ما عادش الموضوع مجرد بس سيروتونين وما عادش الموضوع بس اكتئاب، ده اكتئاب مصحوب بقلق، والقلق بيفرز هرمون الادرينالين، فيبقى في سده نفس وفي تقلصات في المعده ومبقاش ليه نفس ان هو ياكل خالص. فلو هو بس اكتئاب هيبقى رايح ناحيه الاكل وعايز ياكل سكريات ونشويات عشان يعلي السيروتونين، ولو هو اكتئاب مصحوب بقلق والادرينالين فيه عالي، نوع الاكتئاب ده ان الادرينالين فيه عالي مع السيروتونين اللي قليل هيبدا يبعد عن الاكل ونفسه تتسد. طب احنا بنروح لمرحله الاكتئاب على طول يا دكتور ولا بيبقى فيه مراحل؟ يعني مرحله الاكل العاطفي بتبقى الاول موجوده كلنا بنمر بيها، مع تكرارها بقى ومع زيادة الوقت الموضوع بيتحول لاكتئاب، ولا احنا بندخل على طول في فترة الاكتئاب؟ الاكل العاطفي ده قصة تانية خالص. تمام. يعني ده واحد من الاضطرابات النفسية اللي ليه علاقة بالاكل. احنا عندنا ثلاث اضطرابات مهمين جدا ليهم علاقة بالاكل. واحد بنسميه القهم العصبي او الانوركسيا نيرفوزا. الانوركسيا نيرفوزا ده اضطرابات الاكل كلها شائعة في البنات عشان بس نبقى عارفين، نادرا لما نلاقيها في الصبيان، بس هي اكتر شيوعا في البنات وبالذات في سن المراهقة لما البنت تبقى مهتمة بجسمها وشكلها. الانوركسيا نيرفوزا ده اللي هو القهم العصبي، البنت بتبقى حاسه انها تخينه فتقرر انها تخس، فتفضل تخس لحد ما تبقى رفيعه جدا وتظل رؤيتها لنفسها مشوهه ورؤيتها لجسمها مشوهه، فهي شايفه نفسها وهي رفيعه جدا انها ما زالت تخينه وخايفه جدا انها تزداد في الوزن، فتعمل ايه؟ ما تاكلش تماما وتمتنع عن الاكل، ويبدا يحصل لها مضاعفات فسيولوجيه بقى بسبب انها ما بتاكلش، فيبدا يبقى في خلل في الالكترولايتس او الكهارل. بالظبط كده. ويبقى الصوديوم يقل والبوتاسيوم يقل في جسمها، وتبدا تخش في مرحله انها محتاجه ينقلوا لها دم او تعلق محاليل وتخش العنايه المركزه بسبب قله الاكل المبالغ فيها اللي البنت دي عاملاها. تمام. منهم كمان ناس بياخدوا دايوريتكس، يعني بياخدوا مدرات للبول او بياخدوا ملينات
عشان تحاول انها تفقد وزن اكتر. فمدرات البول تخليها تفقد صوديوم كتير في البول فتدخلها في نفس الحكايه. وكمان الملينات كترها يعمل نفس الحكايه، يعمل مشاكل جسديه. فيبقى مش بس المشكله مشكله انها عندها احساس انها تخينه، لا بقى في مشكله تانية انها بدات تخش في انيميا وتخش في مضاعفات في جسديه تغذية. وسوء تغذيه ويحصل لها امينوريا اللي هو الدوره الشهريه بتاعتها تنقطع بسبب سوء التغذيه. الحاله الثانيه اللي بنسميها البوليميا نيرفوزا اللي هو بنسميه الشره العصبي. البنت دي بتاكل كتير بس تحط ايديها في بقها عشان ترجع، فهي طول الوقت برضو خايفه على وزنها، ودي حاله مشهوره. والاميره ديانا كانت عندها الحاله دي بالمناسبه، انها كانت بتاكل وتخش تحط ايديها في بقها عشان ترجع، وده اخطر من الانوركسيا. ليه؟ لانه ده بيخلي العصاره الحمضيه بتاعه المعده ترجع على المريء، والمريء مش المفروض يبقى فيه عصاره حمضيه، فيعمل قرحه في المريء او يعمل نيوبلازم يغير الغشاء المبطن للمريء ويحوله لسرطان. فدي مشكله. بلس انه الاحماض دي لما نيجي نرجعها بتاثر على الاسنان وتبوظ سناننا بعد شويه. كمان بتفقد الجسم البي اتش بتاعته اللي هو حموضه وقلويه الجسم. فاحنا كل ما نفقد احماض فالجسم يميل اكتر للناحيه القلويه، فمشاكله اكتر بكتير من مشاكل القهم العصبي او الانوركسيا. بلس انه البنت لما بتحط ايديها في بقها بيحصل الجاج ريفلكس او الريفلكس المسؤول عن الترجيع، فبقها بيقوم قافل على ايديها فيحصل لها تعويره في ايديها وكله، وده بنسميه راسل ساين. فالبنت دي وهي داخله العياده واحنا شايفين ان ايديها متعوره وفي كله في ايديها في صباعها ده بالتحديد، ناخد بالنا انه بالظبط دي راسل ساين، غالبا البنت دي بوليميا نيرفوزا وبترجع. الحاجه الثالثه بقى اللي هو الاكل العاطفي اللي بنسميه البنج ايتنج اللي هو الاكل القهري، وساعات كنا زمان بنسميه كومبالسيف ايتنج لانه بياكل وهو مش عارف يوقف. هو بياكل عشان هو عايز ياكل، هو مش فاهم هو بياكل ليه، هو عنده احساس انه لازم ياكل. دول عندهم فقد في احساس الامان، وزي ما تقولي كده الاكل بيديهم احساس الامان. فكل ما يبقى عنده احساس بفقد الامان يروح ناحيه الاكل، عنده خلاف عاطفي، عنده مشكله عاطفيه، عنده فيروح ناحيه الاكل لان الاكل هو اللي بيديله احساس الامان. حلو قوي. طب يا دكتور دلوقتي في ناس كتير قوي اول ما نفسيتها بتتعب بيبان على جلدها على طول، تلاقي في حكه جلديه ممكن تظهر او ممكن بقى امراض كتير، وكمان في ناس لما بتكتئب شعرها بيتساقط، فهل في علاقه قويه فعلا بين الموضوع ده؟ طبعا دي بنسميها الاكزيما العصبيه. انه يبدا يحصل لهم بطش او اكزيما في جسمهم، ولما يروح للدكتور الجلديه دكتور الجلديه يقول له دي بسبب حالتك النفسيه ودي اكزيما عصبيه وانت محتاج تتابع مع دكتور امراض نفسيه. الاكزيما دي ممكن يبقى بس مجرد لون مختلف او يبقى فيها حكه، والشائع ان يبقى فيها حكه كمان. حكايه تساقط الشعر طبعا بسبب انه لو شخص ما بياكلش كويس وبدا يعاني من انيميا والزنك بتاع جسمه بدا يقل والاملاح بدات تقل، فده هيخلي تساقط الشعر يبقى اكتر، خصوصا ان احنا لازم ناخد بالنا انه الدم دايما بيوصل للاطراف اقل من اي حاجه، فالشعر بيحتاج ان الدم يوصل كويس قوي لفروه الراس عشان يفضل فايبل او يفضل جيد ما يقعش. فلو في عندنا انيميا او عندنا مشاكل في الالكترولايتس بتاعت جسمنا هيحصل تساقط الشعر. تمام. طب يا دكتور لو رجعنا تاني لاضطرابات الطعام، كانت مي في المقدمه قالت ان الاهل لو عندهم طفل عنده زياده في الوزن شويه يبتدوا يقارنوه بالاطفال التانيين، يبتدوا يعلقوا بشكل كبير قوي عن انت تخين، لا بطل اكل عشان انت تخين، هل الموضوع ده ممكن بعد كده يؤدي لاضطرابات طعام؟ طبعا غالبا البنات اللي دخلوا في الانوركسيا نيرفوزا او القهم العصبي كانوا زياده في الوزن وبداوا يتنمروا عليهم الاهل او الاصدقاء او في المدرسه، فالبنت قررت انها تخس فبدات تدخل في الانوركسيا نيرفوزا بسبب التنمر اللي كان بيحصل. احنا مهم عندنا مش الطفل هو تخين ولا رفيع، المهم عندنا ثقته بنفسه. فدي حاجه مهمه جدا ان احنا لازم ناخد بالنا من ثقه ابننا في نفسه، مش ان احنا نتنمر عليه او نقارنه بالاخرين، لان صحيح. كل طفل مميز بشكل مختلف. والوزن مش هو اللي هيقيم الانسان، خصوصا انه في عامل كتير في الوزن، عامل كبير يعني جيني ليه علاقه بالجينات. فهو مش مسؤول عن ان هو زياده في الوزن، لان هو ممكن ما بياكلش بس هي الجينات عنده كده، او عنده مقاومه انسولين، او عنده كذا حاجه هي المسؤول عن ده. فانا لما بتنمر عليه او بقول له كلام يجرحه فهنا بقلل ثقته في نفسه، مش بحمسه انه يتغير بالمناسبه، وبعمله مشاكل بعد كده. وممنوع ان انا اقارنه بالاخرين لان المقارنات بتقلل دايما الثقه بالنفس. مظبوط. المقارنات بقى يا دكتور زايده جدا دلوقتي عشان احنا في عصر السوشيال ميديا والناس كلها البيوت بقت مفتوحه على بعض تقريبا، فهل ده بيسبب الحالات النفسيه بقت اكتر او المرض النفسي زاد؟ يعني احنا ملاحظين انه زاد بس عايزين نتاكد من حضرتك.
لو جينا في اضطرابات الاكل بالذات والهوس بالتجميل وبشكل الجسم هتلاقي انه فعلا السوشيال ميديا ليها دور كبير في الموضوع ده. أوكي. لانه بقينا كلنا متابعين الممثلين ومتابعين البلوجرز اللي جسمهم حلو ورشاقتهم عاليه وبتاع، وبقارن بقى طول الوقت، المقارنات بقت شغاله طول الوقت. انا بقارن نفسي بالبلوجر دي اللي هي جسمها حلو جدا، يبدو ذلك. على فكره ممكن يكون فوتوشوب وممكن يكون برامج في ابلكيشنز برامج بتفعل بتصغر المقاس بالظبط كده بالظبط كده. فهو انا بقعد اقارن نفسي بالاخرين فابدا بعد شويه احس ان انا اقل من الباقيين، وده يساعدني ان انا ادخل في الاكتئاب او يدخلني في هوس عمليات التجميل. بقى عندنا في الفتره اللي فاتت هوس في عمليات التجميل وهوس في عمليات تكميم المعده او تحويل المسار. ده ترند بقى. الحقيقه الناس كلها عماله تخش في الاتجاه ده. العمليه قد تكون مفيده وقد تكون ضروريه للناس اللي بيعانوا من سمنه مفرطه وعندهم مشاكل في التغذيه زي مرض السكر، لكن قد تكون مضره جدا لاشخاص تانيين هيفقدوا وزنهم وهيفقدوا شهيتهم وهم اصلا وزنهم مناسب. وتلاقي في حد زياده 7 8 كيلو ومصر ان هو رايح لدكتور التجميل عايز يعمل شفط او عايز يعمل تدبيس معده او تحويل مسار. فهنا هو عنده حاجه اسمها اضطراب التشوه المتوهم للجسد. اللي هو البودي ديسمورفيك ديس اوردر. ده اضطراب بيبقى الشخص شايف فيه جسمه مشوه مش عاجبه، ويبقى التشوه حتى غير منطقي. يعني الدكتور يحاول يقنعها بالمنطق انه ده مش صح، انت جسمك حلو، انت مش محتاجه تغيري حاجه، هي شايفه شكلها بصوره ثانيه خالص ومش عارفه تغير وجهه نظرها عن شكلها. فهنا دي مشكله. الدكتور هنا لو ناصح هيحولها لدكتور امراض نفسيه، ولو هو الدكتور غشيم هيبدا يعمل لها العمليه وهيبدا يتقرف بعد العمليه، لان هي مش هيعجبها اي نتيجه توصل لها، وهتفضل طول الوقت تشتكي وتعمل مشاكل. وفي منهم كتير بيرفع قضايا بالمناسبه على دكاتره التجميل، لان هي مش راضيه عن النتيجه اللي وصلت لها ولا عمرها ترضى. هي محتاجه تروح لدكتور امراض نفسيه، لان احنا ما حلناش هنا السبب الرئيسي. بالظبط كده بالظبط كده. احنا حاولنا نراضيها بان احنا نعمل لها اللي هي عايزاه المؤقت، العلاج المسكن بالظبط. بس اللي هي عايزاه ده هي اصلا مش عارفه هي عايزه ايه. هي طول الوقت شايفه جسمها مش كويس، فمهما عملت هي مش هتبقى مرضيه. اللجوء للطبيب النفسي بقى مهم جدا، وكلنا بقى عندنا الوعي ده، لكن لسه في ناس بتشوف لا، يعني اللي حواليهم ممكن يقولوا لهم لا، يعني اقري مثلا دعاء حلو، هو حلو ان بقى قريبين من ربنا وعلاقتنا قويه وكل حاجه، ولكن الدعم النفسي من الطبيب احيانا بيكون ضروري جدا. فحضرتك تقول ايه للناس اللي هي لسه بتخاف تروح للطبيب النفسي او اللي حواليهم لما يتحطوا في الموقف ويقولوا لهم انت مش محتاج، انت كويس اهو، انت زي الفل؟ هو للاسف احنا عندنا حاجه اسمها وصمه المرض النفسي. ووصمه المرض النفسي لا تشمل المرض بس، تشمل الطبيب والدواء كمان. فدايما عندنا المريض النفسي ده شخص متهم ان هو مجنون، شخص متهم ان هو بعيد عن ربنا، شخص متهم ان هو هيورث المرض بتاعه، فلو هنجوزه او نبقى قلقانين اني مش هجوز لحد مريض نفسي او بيتعالج بنتي، لانه يعني. لانه غالبا هيبقى الموضوع فيه وراثه. فدي وصمه المرض. وصمه الطبيب بقى النفسي نفسه، الطبيب النفسي ده دكتور المجانين مشهور او الحكايه دي. والنموذج المشهور اللي هو عبد المنعم مدبولي في فيلم مطار الحب اللي هو دكتور خشب. فالوصمه دي بتخلي طول الوقت الناس خايفه تروح للدكتور النفسي عشان الدكتور النفسي نفسه مش مظبوط، هو نفسه يحتاج لعلاج نفسي، وده غلط بالمناسبه. والوصمه دي موجوده في كل حته في العالم، مش في مصر بس. يعني موجوده في المانيا وموجوده في امريكا بنفس الطريقه، مع التقدم اللي هم فيه ومع علمهم باهميه الطبيب النفسي، ولكن ما زالت الوصمه موجوده لان دي موروثات شعوب. الوصمه الثالثه اللي هي وصمه الدواء النفسي بقى، ده هيكتب لك دواء والدواء هيدمن والدواء مش هيحل المشكله، وده كلام غلط الحقيقه. الدواء مش بيدمن ولا حاجه، ولكن الناس مش قادره تفرق ما بين المرض الحاد والمرض المزمن. المرض الحاد ده زي حد جاله دور برد، ده مرض حاد هياخد دواء لمده اسبوعين وهيخف. طب حد عنده الضغط او حد عنده سكر، ده مرض مزمن. حد عنده نقص في افراز هرمون الغده الدرقيه، ده مرض مزمن، ده هيفضل ياخد الدواء مدى الحياه. احنا في الامراض النفسيه عندنا امراض حاد وامراض مزمنه. فالامراض المزمنه المريض هيفضل ياخد الدواء مدى الحياه، وكل ما يوقف الدواء هيتعب، زي مريض السكر كل ما يوقف الدواء سكره هيعلى. فالناس تقول لك ده انا ادمنت الدواء النفسي، كل ما اوقفه بتعب. لا، انت ما ادمنتوش، هو المرض بتاعك مزمن. فلو ما هتوقف الدواء طبيعي هتتعب، لانه ده مرض زيه زي السكر والضغط وزي نقص افراز الغده الدرقيه، حاجه مكمله معاك طول الوقت، فلازم تكمل على الدواء طول الوقت. الامراض الحاده في الطب النفسي قليله، وهي دي اللي المريض بياخد الدواء فتره ويوقف عاده وخلاص. بتكون كمان بعد صدمات، مثلا حد تعرض لفقد او اي صدمه او كده، بيكون وقت معين. بالظبط بالظبط. لو ادجستمنت ديس اوردر زي ما انت بتقولي، لو بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر، ده ممكن اضطرابات بتبقى حاده والحكايه بتخلص، او حتى اكتئاب جسيم. فالاكتئاب الجسيم ممكن يبقى نفس الحكايه، لكن في اكتئاب اللي هو كرونيك ديبريشن او الدسايميك ديس اوردر اللي هو الاكتئاب المزمن. فالاكتئاب المزمن المريض هيكمل على الدواء طول حياته، كل ما يوقف الدواء يتعب.
الجنراليزد انكزايتي ديس اوردر ممكن المريض يحتاج ياخد الدواء اللي هو اضطراب القلق العام، ممكن المريض يضطر ياخد الدواء طول حياته لان هو عنده القلق ده بقى جزء من شخصيته، مش مجرد ان هو اضطراب قلق بس، ده هو طبيعته كده، بيكبر الامور وبيهولها زياده عن اللزوم. فاحنا بنحكم على الدواء بناء على ان بوقفه بترجع الاعراض تاني. صح. هو مش مسكن. هو كل الحكايه ان المرض بتاعك مزمن، هتوقف الدواء هترجع تتعب تاني. مظبوط يا دكتور. طب لو رجعنا تاني برضو الاضطرابات الطعام يا دكتور، العلاج بقى يعني طريقة العلاج هل بتعتمد بالأساس على الأدوية ولا بيبقى فيه تكنيك معين لعلاجها؟ عندنا ثلاث حاجات. أوكي. واحد، الحاجة الأولانية أنه لازم المريض ياخد جلسات علاج نفسي. تمام. وجلسات العلاج النفسي دي احنا بنميل مع اضطرابات الطعام أنها تبقى جلسات علاج معرفي سلوكي، تمام، أو كان زمان بنحب العلاج التحليلي أكتر في اضطرابات الطعام عشان نشوف هو ليه الشخص بقى عنده نظره مشوهه لجسده وطول الوقت هو عايز يخس. ونحاول نحلل ده نفسيا معاه. دلوقتي في العلاج المعرفي السلوكي احنا الهدف ان احنا نغير طريقه تفكير الشخص، لانه التفكير هو اللي بيغير المشاعر او هو المسؤول عن المشاعر، والمشاعر هي المسؤول عن السلوك. فالاكل ده سلوك، تمام، ناتج عن مشاعر سابقه، سواء مشاعر اكتئاب او مشاعر قلق. طيب عشان اغير مشاعر الاكتئاب او القلق دي لازم اغير الفكره اللي ودتني لمشاعر القلق او مشاعر الاكتئاب ونتج عنها سلوك الاكل. فيبقى انا محتاج اغير الافكار الاول. عشان كده احنا بقينا بنميل للعلاج المعرفي السلوكي عشان احنا عايزين نغير افكار المريض. الحاجه الثانيه انه طبعا في بعض الادويه اللي احنا بنديها زي مثبطات اعاده اخذ السيروتونين انتقائيا، لانه دي بتحسن السيروتونين. فبدل ما الشخص يروح ناحيه الاكل ويروح ياخد شوكولاته ونشويات عشان يعلي السيروتونين، طيب الدواء هيعمل كده، فمش هيبقى عنده الحاجه الملحه ان هو يروح ناحيه الادويه. وعلى عكس اللي بيتقال انه الادويه النفسيه كلها بتخن، بعض الادويه النفسيه فعلا بتزود الوزن، وبعض الادويه النفسيه بتقلل الحرق، وبعض الادويه النفسيه بتساعد على ان الشخص يخس. تمام، فلازم ناخد بالنا من الحكايه دي. صحيح. دكتور محمد، بالنسبه في ناس لما بتكبر في السن كمان بيحصل لها موضوع اضطرابات الاكل اكتر، يعني مثلا بيحصل فقدان للشهيه خالص لانه بيبقوا فقدوا يعني متعه الحياه وان هم عايزين يستمتعوا بالحياه، فده نوع برضو من انواع اضطرابات الاكل. ايه راي حضرتك في الموضوع ده؟ ده غالبا جزء من اعراض اكتئاب، يعني الشخص اللي هو بيبقى مش عايز ياكل وهو كبير في السن غالبا بيعاني من الاكتئاب. والاكتئاب في السن الكبير بنسميه سودو دومينشيا او الخرف الكاذب، لانه مش بس هو مش عايز ياكل وبدا يفقد وزنه، لا هو كمان مش مركز كويس وبدا ينسى الاحداث. فاحنا بنتلخبط ما بين انه بينسى عشان هو عنده دومينشيا او دخل في خرف، ولا بينسى عشان دي سودو دومينشيا سببها الاكتئاب. فعشان كده دايما هتلاقي كبار السن اللي عندهم اعراض دومينشيا او اعراض الزهايمر، اعراض خرف او اعراض الزهايمر، دايما بتكتب لهم مضاد اكتئاب، عشان مضاد الاكتئاب لو هم عندهم الخرف الكاذب هيتحسن مع مضاد الاكتئاب ومش هيحتاج لادويه الدومينشيا. فهنا فقد الشهيه وفقد الوزن في كبار السن نتيجه غالبا للاكتئاب. عارفه بقى مريض الالزهايمر او مريض الديمنشيا، هو مش بيفقد الوزن، هو بياكل كتير بس بينسى انه بياكل، فتلاقيه كل 10 دقائق بيقول لهم انا ما اتغديتش، مع انه لسه ماكلينه. تلاقي امهات كتيره او ناس كتيره يعني عندهم نفس الاعراض دي، بيشتكوا من انه انا ماما عندي في البيت بتاكل وبعد نص ساعه تقول لي انا ما اكلتش، انت ما اكلتنيش. ولما يجي جوزي تشتكي وتقول له مراتك ما بتاكلنيش وما بتحطليش اكل. لا، هو الحقيقه هي بتنسى ان هي اكلت بعد شويه، وده واحد من اضطرابات الاكل كمان اللي ممكن يخلي كبار السن يبقوا زياده في الوزن. صحيح. ويبداوا يعانوا من مشاكل صحيه بسبب الوزن الزايد. طيب يا دكتور، لو رجعنا تاني نتكلم بقى، حضرتك قلت نقطه الجوع وامتى نحس بالجوع، وناكل امتى، وامتى نحس بالشبع ونوقف اكل. بالظبط كده. احنا عندنا في المخ في مكان اسمه الهايبوثالاموس او تحت المهاد، ده في مركز للجوع ومركز للعطش ومركز لاحساس الشبع. فالثلاث مراكز دول هم المسؤولين عن تنظيم الاكل بتاعنا. ازاي بقى مسؤولين عن تنظيم الاكل بتاعنا؟ احنا عندنا في المعده حاجه اسمها ميكانو ريسبتور، اللي هي مستقبلات الميكانيكيه. لما بتتشد بتبعت اشارات للمخ تقول ان احنا خلاص بطننا يعني اتملت. بطننا اتملت وشبعنا. ولما تبقى مرخيه تقول تبعت الاشاره مخ ان احنا جعانين. تمام. فاحنا بالذات في مصر بناكل لحد ما بطننا تتملي عشان نحس بالشبع، ودي غلطه رهيبه. لان انت بتستنى لحد ما توصل ان الميكانو ريسبتور اتشدت عشان تبعت اشاره للمخ تقول انك شبعت فتبطل الاكل، فده غلط. انت بتكون مليت معدتك على الاخر، وده بيزود حجم المعده فيزود جوعك بعد كده. ولكن الصح الميكانيزم التاني بقى، انه بيطلع من الجي سيلز خلايا، الخلايا الجي سيلز موجوده في الديودينام او في الاثنا عشر، بتطلع هرمون بيدي الاشاره ويقول ان احنا خلاص شبعنا. بس ده بيحصل مع الوقت.
السكر في الدم نفسه بيوصل لما يعلى السكر في الدم، وده بعد فترة من الأكل، يعني بعد نص ساعة من الأكل يبدأ السكر في الدم يعلى، يبعت إشارة للساتيتي سنتر ويقول ان احنا مستوى السكر في الدم بقى عالي، فانت مش محتاج تاكل اكتر من كده. فعشان كده احنا لو كلنا وفضلنا قاعدين شويه، يعني كلنا ما مليناش بطننا وقعدنا نص ساعه، هتلاقي نفسك شبعت. لكن لو انت بتاكل لحد ما بطنك تتملي، فهتلاقي نفسك بتاكل لحد ما الاستريتش ريسبتور تتشد او الميكانو ريسبتور تتشد، فللاسف انت بتزيد في الوزن. عشان كده احنا بنقول كل اكل قليل واستنى شويه هتلاقي نفسك شبعت. الحقيقه دكتور احنا محتاجين حلقات كتير من الكلام مع حضرتك عن علاقتنا بالاكل وازاي نقدر نحسنها وازاي نقدر نمرن نفسنا على الموضوع ده. بشكر جدا حضرتك يا دكتور على وجود حضرتك النهارده معانا. مشاهدينا الاعزاء، علاقتنا بالاكل علاقه محتاجه ان احنا نهتم بيها اكتر علشان خاطر صحتنا. فاصل ومعانا في الفقره اللي جايه زمايلنا ايمي وهاجر. فاصل واستنونا. صباحكم مسكر كل مشاهدي حكاية هي. العلاقات متاهة كبيرة، كلها خيوط متشابكة، كل طرف وليه طريقته وكل بيت وليه حكايته. وعلشان نوصل لأحسن صورة محتاجين نفك الخيوط دي واحدة واحدة بشوية خطوات مدروسة وتدريبات. وعشان كده احنا النهاردة معانا مدرب علم العلاقات والتربية الإيجابية ريهام علام. أهلاً، زي حضرتك. مرسي جداً. شكراً لك. طيب. عايز أسألك سؤال أنا طيب. ممكن يعني ما بسألوش للكوتشز عمتاً، بس عايز أسأله لك. بتفضل. أنت إيه اللي دفعك علشان تدرسي علم العلاقات مبدئياً؟ بصي، بداية الموضوع ده أن أنا عندي نيرسري، عندي حضانات، فدرست الأول تربية إيجابية عشان أتعامل مع الأطفال، وبعدين بدأت أحس أن المشكلة مش في الأطفال، يعني موضوع راجع لأكبر من كده بشوية، للأهالي وإزاي بتصرفوا معاهم. طب إزاي الأهالي دول بقى يعني إيه اللي جوه دماغهم عشان يستخدموا الطرق دي، وشخصيتهم عاملة إزاي وكده. فده بقى اللي خلاني أقرر أني أدخل في المجال ده، أنا أكون فاهمة الموضوع كله عشان أعرف أتعامل مع المشكلة صح مع الولاد اللي في النيرسري أو كده. تمام، ده كان السبب الاساسي. طب احنا دلوقتي الحياه بتاعتنا الريتم فيها سريع قوي، اوكي، وللاسف التواصل بين الازواج ما بقاش زي الاول، يعني الست بتشتغل والراجل بيشتغل وبيتقابلوا بالصدفه. فازاي ما نخليش الجاب دي تحصل، او ازاي نخلي الموضوع يبقى فيه موده ورحمه؟ طيب بصي، هو فكره الجاب بتحصل مش عشان ما فيش وقت، لان هو كلنا في الاخر عندنا وقت لو عايزين نعمل حاجه. تمام، يعني لو انا عايز اقعد مع جوزي شويه واتفرج على التلفزيون انا هعرف الاقي وقت، وهو هيعرف لو الطرفين عايزين. فهنا هنرجع للمعنى الاساسي لنجاح اي علاقه. لو انا ما عنديش التزام، يعني المشاركه اصلا تندرج في علم العلاقات معناها ايه؟ حاجتين، الثقه والالتزام. لو حاجه في دول واقعه، يعني لو انا مثلا كست حاسه ان جوزي مش ملتزم بالحاجات المفروض يعملها مثلا بولاده، ما اعرفش سايب لي المسؤوليه كلها، فانا كده العلاقه بقى فيها جفا، ببقى مضغوطه. بالظبط، بقى في كده بقى مشكله، دخلنا هنا في مشكله. لو انا عندي مشكله في الثقه، شك، ما اعرفش، هنا برضو الموضوع هيقع. يعني هو الموضوع مش فكره ان انا ما عنديش وقت، فكره اساس العلاقه دي ايه، وانا عامل ازاي، او انا شايف الشخص ده ازاي وهو شايفني ازاي. طب احافظ على ايه؟ يعني مثلا هل ممكن يبقى في ساعه بحددها ان احنا نبقى لازم نقعد نحكي مع بعض نتكلم؟ هي حاجات بسيطه روتينية. عارفه المسج التكست اللي احنا بنبعتها لبعض في رسائل اصحابك؟ ما انا دلوقتي انا وجوزي اصلا هو اساس اي علاقه صحه، يعني ناجحه، فريندشيب، ان احنا نكون اصحاب. فلو انا ببعت له ايه الاخبار، يومك عامل ايه النهارده، الحاجات البسيطه جدا دي، فانا كده عملت تواصل. لما انا بقعد اتفرج معاه على التلفزيون على ماتش انا ما بفهمش فيه حاجه، بس يقعد يقول لي ده مش عارفه مين جاب ايه، واحس ان انا مهتم، مشاركه، بالعكس مشاركه، بس هتلاقي الموضوع اختلف. يعني مش لازم ناس دايما تنصح تقول اخرجوا مع بعض، مش لازم حاجات مكلفه عشان الناس ما تقولناش لا ده الخروج مكلف ما اعرفش ايه، لا مش لازم. يعني ابداوا اعملوا حاجات. طب في ناس بتعاني بقى ان انا ما عنديش حاجه اقولها، يعني بالظبط السكوت ده او الصمت. طب خلينا مثلا نقول يعني احنا ممكن نحسن التواصل ده ازاي مثلا؟ يعني لو الموضوع ملوش علاقه بالثقه، لو الموضوع فيه صمت بقى ومش عارفين خلاص مش اي حاجه نقولها. لو الموضوع ملوش علاقه بالثقه والالتزام، عشان دي قصه كبيره جدا، يعني لو انا اوريدي ما فيش مشاكل في الثقه والالتزام، واحنا بس مجرد ان ضغوط الحياه شغلتنا، هبدا، هي مهاره، هبدا اتمرن اني ابدا ابعت لجوزي الصبح وهو بالوقت هيبدا هو كمان يبعت لي، هبدا احاول الاقي وقت عشان نقعد نتكلم فيه مع بعض. يعني همرن نفسي ان الاقي مجال اني ابدا اتعامل معاه. لو انا ما عنديش كلام اقوله، احنا ممكن نتكلم في الحاجات القديمه، في الذكريات، لان اصلا كل ما كلمتي في ذكريات اللي قدامك كل ما عرفتي شخصيته مش اللي هو بيحكي لك عنها.
ايه بقى حقيقته يعني عرفتيه بشكل ديب اكتر. ده هتعمل مشاكل كده. لا بالعكس هو ما تكلمش انا بصي مش بتكلم على الذكريات ان مثلا مين الاكس والحق. لا يعني لا بقى تخيلي الستات هتسال في ايه اكيد. لا لا انا بتكلم على ذكريات بقى المدرسه وكنت بتعمل ايه وشخصيتك كانت عامله ايه لان اي حاجه فيها مشاعر تمام بتخلي البني ادم يحب يتكلم فيها خصوصا لو ذكريات كانت حلوه. وفي الخناق ايه دخلنا على الخناق بسرعه اللي جت وبالخناق عشان اكيد نهايه الموضوع ده هيبقى ممكن يبقى في خناقه نهايه الذكريات. ليه نهايه الذكريات خناقه ليه بالعكس؟ لا يعني مش قصدي انا قصدي مثلا لو احنا قاعدين انا بكلمهم بيردش عليا انا بكلمهم بيردش عليا طب انا ما انا هتضايق فهبتدي تنشن. لا دي خناقه ثانيه اتخانق صح خناقه ثانيه دي خناقه ثانيه استنى ما تديني لها علاقه بالذكريات. طيب يعني بصي هو اللي انت بتقوليه بكلمهم بيردش عليا احنا عندنا اربع حاجات اصلا بتبقى طريق لنهايه العلاقه منهم ان انا اكلمه وما يردش عليا. شكرا فدي تبقى احنا كده دخلنا في مراحل متاخره قوي من العلاقه يعني مراحل ان انا ارد عليكي في حاجه تانية يعني احنا عندنا اربع علامات دي واحده منهم تمام اتريق عليكي استهزأ بيكي الكلام ده كله. لكن لو خناقه عاديه وازاي اتخانق عامه فاحنا عندنا بنقول يعني ان حتى الخناق بالاتفاق بيبقى له قواعد ازاي نتخانق. أيوه. بس لسه هسالك انا أوكي. دلوقتي كست عندي اعتراض على حاجة او في مشكلة انا عايز اعبر عنها ماشي فممكن لما اجي اتكلم مع الطرف التاني الموضوع يتقلب عليا طبعا كطريقتي كاسلوبي هي كأي طريقتي. حاجة ما اطلعش خسرانة يعني في الخناقة ازاي ابقى ذكية او العبها صح طيب يعني اتخانق من غير ما اطلع فعلا خسرانة. نقي الوقت المناسب يعني مش وقت الخناقة يعني في ناس بتبقى عايز تخلص الخناقة في وقتها وده مش منطقي ابدا لان اصلا بيكون في نقص اكسجين في الموقف فبيبقى الغضب مسيطر على البني ادم اكتر وبيبقى بيرد من ذاكرته فهو هتلاقيه بيرد ردود مثلا كانت مامته بتقولها وانت كمان موضوع بيكونش له اي علاقه بالخناقه يعني دلوقتي احنا بنبقى بنعمل يا فايت يا فلايت يا فريز على حسب بقى انت مخك ايه الاكشن بياخده الرجاله تلاقيهم هوب نازلين عملوا فلايت كده بالظبط انت عايز تكملي فايت فالموضوع بيبقى بيكبر. هو الصح ان احنا وقت الخناقه يعني حتى الاطفال عندهم اربع سنين بقول لهم وانت غضبان مش نتكلم عشان ده مش وقت مناسب لحل المشاكل تمارين ده لازم فدي حاجه مهمه جدا ان احنا مش يعني مش تكمليش الخناقه في وقتها اهدي وبعد كده عشان تعرفي تاخدي حقك بعدين في عشان اعرف اعبر عن رايي كمان برضو بشكل اهدى صح؟ لازم تعرفي انت عايزه ايه لان الستات اصلا بتبقى عايز تتكلم كتير قوي على ما تجمع مشاعرها وتجمع الافكار اللي هي عايزاها والراجل بيبقى عايز انت عايزه ايه وخلاص فالفكره كلها بالظبط دايركت مسج فانت لازم تكوني قاعده مع نفسك ومحدده انت عايزه ايه ولازم تكونوا متفقين انتوا الاثنين ان الهدف من الخناقه مش مين فينا يطلع صح ومين غلط الهدف ان احنا نوصل لحل مش مين الصح فعلا الموضوع الخناقه يعني بتقلب ان انا ببتدي ادافع عن نفسي بالزبط. بدل ما بقول عشان انتقدتي عشان هاجمتي طبيعي جدا هيرد لك الهجوم بهجوم فهتبداي تدافعي طب كده احنا بقى نتخانق ازاي يعني طيب مبدئيا انت وقت الخناقه نفسها وقت زي ما تحليش يعني سيبي الموضوع يهدى وخليها نبقى نتكلم بعدين لما يكون عندنا يعني مش يزعق وزعق قدامه مش يزعق لا 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 لا, 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 لا. وحطي حدود ما بقولش ان هو يعني الطريقه الصوت العالي ده مش مقبول في نقاش فخلينا لما نهدى نبقى نتكلم وبعدي يعني دي نقطه مهمه جدا برضه عشان ما حدش يتعدى حدوده تمام دي حاجه بعد كده لما تيجي بقى تقولي مشكلتك اول حاجه يعني هي جات من قال ان في اربع طرق بنقول بيها المشاكل عشان ما تعملش خناقه اول طريقه ان انا بقولش انت عملت كذا ما بهاجمش مش بهاجم مش بنتقد انا بقول انا حسيت كذا وتفرق كتير جدا عايز تمارين طبعا طبعا ما هي الاستاذه معانا عشان نتمرن كلنا جميعا على حاجه الاثنين بيحبوا بعض مش هيدوسوا على بعض اكيد بكل صراحه وهتبقي بتخلي بالك وانت بتتكلمي صح عشان مش عايزه اللي قدامك برضو يزعل صح. يعني صح. دي نقطه مهمه جدا فلو اتنين متفاهمين مش هيدوسوا على بعض لو اتنين بينهم مشاكل هيدوسوا بعض جامد فانت على حسب بقى انت فين برضو في الريليشن شيب دي بس فهتبداي تتكلمي الاول عن انت حسيتي بكذا تمام وانت ايه الحلول اللي انت عايزاها بشكل دايركت وتكوني حطاهم 1 2 3 بس قبل ما تقولي الحلول عايزاكي تتحملي مسؤوليه خطاك برضو يعني انا مثلا كان المفروض اتصرفت بالمسؤوليه مش انت المسؤول لوحدك مش انت الغلطان لوحدك انا كمان جزء المسؤوليه حاجه ثانيه ان الرجاله دايما بيتخيلوا ان احنا بنعمم يعني مثلا انت مثلا ما عملتش كذا كويس ما انا دايما ما بعملش كويس مش الستات على فكره الرجاله هم اللي بيعملوا اكتر فتبداي توضحي له ان انا ما اقصدش غير الموقف ده المره لكن انت كويس وزي الفل ولك حاجات كتير ثانيه كويسه وتقولي ده بشكل واضح لكن انا قصدي على الموقف ده عشان الترابيزه ما تتقلبش هي دايما بتتقلب
يعني دي النهايه. لا احنا عايزين نقعد مع بعض بقى. هو بقى لا كده هندي لو ما حصلش هجوم مش هتتقلب. لو ما حصلش هجوم مش هتتقلب. النهارده هندي ستابس للستات عشان الترابيزه ما تتقلبش بس. لا ما الترابيزه ما هو في ريليشن شيب اصلا قايمه على ان الترابيزه بتتقلب. ده دي بقى دي بقى شخصيات توكسيك وحاجات ثانيه بقى. بالظبط. حد ضحيه حد عنده انسكيورتيز. قصه ثانيه خالص يعني. بس هي بتبقى انفنس ما بيبعدوش دول بيفضلوا مكملين. انا لو عايزه ليا طلبات يعني كل واحد ليه اللاف لانجويج بتاعته. حلو. لغه الحب بتاعته صح. اوكي صح. انا لغه الحب بتاعتي انا عايزاها بشكل معين. ماشي. عايزه اهتمام بشكل معين. اوكي. عايزه ان شاء الله اكون حاجات تافهه يعني مش لازم حاجات قويه. ماشي تمام. يعني ما قلتلكش روح هات لي الفيلا ولا لا يعني. فهمك. انا حسب مقدرته. بالظبط يعني لطيف بالنسبه لي انك تكون بس فكرت فيا. ماشي. دي هطلبها ازاي؟ اوصلها له ازاي بشكل واضح؟ بصي انا عملت حاجه ظريفه جدا. رحت لجوزي بعد ما بدات اخد ريليشن شيب اصلا قبل اي حاجه وكان عندنا بنتنا يعني احنا عندنا بنتنا عندها 12 سنه كان بنتنا. رحت وجبت الاختبار بتاع اللاف لانجويج قلت له خد اعمل ده وانا هعمل ده وبدانا نحل مع بعض عادي. ده حلو. في حاجه كده بتتجي. في حاجه اسمها لاف لانجويج. ده اختبار لذيذ جدا. ده جميل. حلو قوي. بس الفكره هنا ايه اللي خليني اروح واقول له اعمل ده وانا هعمل ده وتعال نشوف؟ لان كل واحد فينا عايز يعني يتحب بطريقته. ان في بينا تفاهم اصلا وتواصل كويس. اوكي صح. يعني ارجعي للاساس البيز لو موجود خلاص. بالظبط. فبدات اعرف طريقته ايه. كنت انا دايما بعمله مفاجآت عشان بحب مفاجآت. هو ما بيحبش مفاجآت اصلا كانت بتضايقه بالعكس يعني. فبدات افهم الطريقه وبدانا كل واحد فينا يحاول يشتغل. ساعات كل واحد فينا بيقع شويه مع الضغوط بس نرجع نفكر بعض تاني. تمام. لما بلاقيه مثلا خلاص مضغوط في شغله وسرحان بسيبه شويه برجع اقول له لا انا حاسه ان بقى لها فتره مش مهتم بيا وما اعرفش. أيوة. ايه وما انا بقى عايزه اسالك الملل والروتين الرهيب اللي بيحصل خصوصا بعد يعني وقت كتير من الجواز او خلاص اطفال وحاجات كتير وضغط الشغل وكده. نخرج من الروتين ده والملل ده ازاي؟ احنا ظالمين الروتين بجد. الروتين امان بس مش بيزهق يعني. مش حاجه ان انا بكررها لكل الناس يعني. مثلا لو انا ما عنديش روتين في اليوم انا هبقى مش منظم هبقى طول الوقت متوتر وطول الوقت هي المشكله مش في الروتين. اوكي. هو المشكله في جفاء العلاقات. المقصود دي الروتين الممل. انا قصدي يعني العادة. نفس الكلام نفس الاماكن اللي بتتراح نفس الحاجه اللي بتتعمل اكيد بعد شويه. نفس ايام الاسبوع نفس الغداء كده. أوكي. بعد شويه يبقى بقى محتاج زوجه تانية. الراجل مستعجله قوي على فكره. لا مش مستعجله يعني الروتين الكتير بيعمل كده بجد. ما هو خلاص بعد 5 سنين بيحس ان مفيش اي تغيير في اي حاجه نفس كل حاجه. ايه مفهومك عن التغيير؟ طيب يعني ما احنا بقى عايزين نعرف منك عايزين نعرف ممكن نعمل لا ايه. لا ما هو دلوقتي يعني انت تسالي كده على وجهه نظرك. أيوة. فاهمين ايه مفهوم التغيير؟ بس الروتين بيعمل ملل يعني. اي حاجه متكرره بشكل يعني دوري بيعمل ملل اكيد. بصي هو كده كده انت كل يوم في روتين اصلا يعني. انت كده كده كل يوم في روتين. الفكره أوكي. في استخدام كلمه روتين. هو روتين بلاش روتين التكرار. التكرار تمام. الحياه عاديه جدا. انا بقى ممكن ابدا بلان مثلا هنفسح كذا هنعمل كذا هنخطط حاجه مع بعض جديده تعال نجرب حاجه جديده. اوكي ده يعني ده انا بعمل حاجه تجربه جديده ملهاش علاقه بالروتين. فاهمه قصدي؟ بلاش روتين تكرار يعني. فكره ان انا بقى في العلاقه بكرر كل حاجه تجديد. طب بلاش روتين خلينا نجدد في يومنا. نجدد علشان ما احنا برضو بني ادمين يعني. انت لو بتروحي شغلك كل يوم موظفه في حته لا هي بتحب الروتين. ما انت هتيجي في وقت من الاوقات تزهقي. لا والله لا في ناس هتبقى بتحب الروتين. اصل لو مفيش روتين الحياه هي كده كده. أيوة روتين أكيد. حتى لو متلخبط بس هو اسمه روتين لان كل حاجه كل يوم. بتبقى يعني روتينيه بشكل ساعات. الواحد يعني ايه بيفصل منها. طب بلاش روتين. خلينا نقول احنا عايزين نجدد في حياتنا عشان السنين طويله والايام طويله يعني. طيب تمام. احنا اوريدي 2 زهقانين. ايوه ماشي. وعايزين نبدا نجدد في العلاقه بالظبط. شويه بهجه كده. طيب هبدا بقى اشوف البهجه دي هو احنا الطرفين عايزين ندخلها ولا انا بس اللي عايزاها عشان هتفرق. لان انت لو لوحدك مش هتعرفي تعملي حاجه خالص يعني. مش ممكن اقدر اسحب اللي قدامي. مش دايما بتنفع لان لو البني ادم مش مقرر يعمل حاجه دي مش هيساعدك فيها وهتبقي انت حاسه نفسك بتعملي مجهود رهيب عشان العلاقه دي تنجح واللي قدامك ما بيعملش حاجه. فده يضايقني. فهضايقك جدا وهتبقي محبطه. ليه؟ لان كل مره هيكون عندك توقعات من اللي قدامك مش هتلاقيها. ايوه. فعشان كده لازم تكون زي ما بقول لك القصه كلها ان احنا بنرجع للاساس. لازم تكونوا انتوا الاثنين متفقين الحياه كده ممله. تفاهم. طب تعالى نجرب كذا جديد مع بعض. طب ما هي ممكن مثلا ايه رايك اعمل حاجه ثانيه. طب تعالى ننزل نتمشى. اصل على فكره التجديد ده والله ساعات ممكن تنزلوا تتمشوا. ايوه على فكره انا كنت عايزه كده يعني. انا عايزه اعرف حاجات
خصوصا اصلا ان دلوقتي ولا الظروف تسمح بسفر بالزبط. كتير ولا بالزبط. يعني فاحنا بنتكلم في حاجات صغيره ممكن نديها يعني اه حاجات ما تجد هي حاجات بسيطه ينزلوا يتمقبولوا نقدر كلنا نعملها ياكلوا ايس كريم يعملوا اي حاجه اصل عارفه احنا ساعات كتير قوي بنسمع حلول خارجيه يعني ايه مثلا انت اسمعي اي حد شغال مثلا في علاقات او كده هيقول لكم ايه انزلوا تفسحوا جربوا رياضه جديده اسمعوا فيلم مع بعض كل ده حلو وتحفه كلنا أوكي. عارفينه بس لو انا اوريدي مش شغاله على الريليشن شيب دي اصلا واحنا علاقتنا ببعض مش كويسه انا عمري ما هحكي لحد يا جماعه انا مش صاحبه انا عمري ما هحكي لحد واتكلم مع حد واقول له مشاعري وهو ما بيسمعنيش وهو ما بيقوليش مشاعره وانا ما بسالوش مثلا على مشاعره الايجابيه والسلبيه واتصرفت في الموضوع ده ازاي كل حاجه اسال عليها واستفسر عشان ابقى فاهماها عشان اقدر اتعامل معاها ده قصدي ابقى بسمعه يعني مش فكره كمان عشان في ستات مثلا تاخد الموضوع ده ان انا انت عملت ايه النهارده مش عارفه لا هو الموضوع مش كده مش ريبورت يعني صداقه اه بالظبط اه انت يومك كان ماشي ازاي انا النهارده عملت كذا وبتاع وابدا اسمعه لما شفت اللي حصل كذا 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 تبقى حاجات بتجيب شيقه يعني كاني بكلم صاحبتي حاجه انا مثلا كست خليتني غير خليتني اتضايق فممكن هقول ان للطرفين كمان ممكن الراجل يعني انا ممكن ابقى بحكي حاجه فتتاخد عليا انه كل حاجه تتساب ايه ده ازاي عملتي كده ازاي حصل كده يبقى انا مفيش سيف انفايرمنت ودي حاجه مهمه جدا في الريليشن شيبس لازم يكون في علاقه ومساحه كبيره جدا من الامان بيني وبين الشخص التاني انا بحكي صحابي مثلا مش هينتقدوني هيسمعوني اه ممكن يقولي طب كنت تعملي كذا او يقولوا رايهم بس مش هيشوفوني عملت مصيبه او عملت حاجه غلط هي نفس القصه اللي هو الحكم تحت الامان دي أيوة. نحكمش على بعض اه ممكن عادي جدا مثلا لا انا حسيت مثلا انك هزرتي مع الشخص ده زياده فبيخلي بالك بالطريقه دي بالطريقه دي هتعدي جدا لكن لو في طريقه تانية يبقى احنا خناقات يعني لا هيبقى في مشكله يبقى في مشكله يبقى احنا هيبقى في مشكله المشاكل بتتحل ازاي ممكن لو احنا قعدنا مع بعض ولقينا ان مفيش حاجه بتتحل كل حاجه بتتعقد اكتر في الوقت ده نتجه لحد يعني نتجه بقى المختص يعني لقينا ان احنا اوريدي خلاص مش عارفين نحل المشكله اكبر حاجه غلط انك تسكتي على مشكله مش عارفه تحليها يعني ده مش معناه ان انا هسكت واستحمل عشان في ناس بتاخد برضو الاتجاه ده لا خلاص انا هسكت واستحمل عشان الولاد لا انت بتضري نفسك وبتضري الولاد وطول ما انت مش مبسوطه انت بتاذي كل الاخرين الستات كمان بتخزن قوي جدا مفيش حاجه بتعدي انت اصلا هل الراجل بتحسيه متعاون في السيشنز يعني متعاون بيجي اصلا في مصر لا ما بيجيش قليل قوي لا ما بيجوش ده بيجي اصلا قليل قوي اه صح وبيجي الاول مغصوب عليه يعني عارفه بيجي ماشي الدنيا عشان ما تقوليش ان انا لا بيجي مغصوب عليه طبعا في الاول ما بيبقوش حابين يجوا في طريقه بتقوليها للست تجيبي رجله يعني عشان خاطر الدنيا تمشي ولا ايه بصي انا هقول لك على حاجه احنا اذا كوتشز يعني بنشتغل على نقطه مهمه جدا ان انت انا مثلا انت هتبداي تحكي لي مشكله فانا هبدا اشتغل على المشكله دي من وجهه نظرك انت لحد نقطة معينة ما تبدأي لأن الستات للأسف في مصر دايما بيبقوا جايين حاسين هم سبب المشاكل. اه يعني واخدة الذنب كلها كله مسؤولية كلها عليها. الذنب يعني جدا لحد ما اوصل على نقطة معينة عند نقطة معينة وتبدأي تكتشفي بقى ان الريليشن شيب دي فردين انت مش لوحدك. فالشخص ده لازم يكون معاكي فتبدأ تشوف بقى تعالى معايا. في ناس بقى بترفض خالص وبيبان هنا ان هي اوريدي ما عندهاش استعداد تبذل اي مجهود في العلاقه وفي ناس لا بتحس بتشوف الخسائر فبتبدا تحس لا خلاص انا هيك الناس اللي ما عندهاش استعداد تبذل اي مجهود انت بتواجههم بالحقيقه وتسيبيهم بقى هم لضميرهم لا يعني. ما واجهش حتى مش علاقه انا عايزه المكتب يفضل كويس اقول لك على حاجه لان في ناس بتيجي اصلا هي يعني مثلا ده مش بالنسبه لها مش اوبشن ان انا مثلا اسيب الشخص ده او يعني دوري مش هواجهك بالحقيقه دوري اسالك لحد ما انت تشوف الحقيقه قدامك وتشوف انت عايز تاخد قرار عامل ازاي في ناس بتبقى جايه لا هي ستيل شايفه ان انا لازم اصلح في نفسي فانا هنا ببدا بقى اشتغل عندها هي على سيلف لاف وسيلف اكسبتنس ازاي اقبل نفسي وكده تبدا هي تشوف بقى تبدا السيلف اويرنس يعلى فتبدا تشوف الموضوع من وجهه نظر ثانيه خالص بس ده برضو بيحتاج وقت لان للاسف التربيه من الاصل كانت غلط يعني يعني كل حاجه راجعه لورا قوي كل حاجه راجعه لورا بجد هي كلها كده اصلا طب ازاي بقى ما نخليش علاقتنا تاثر على اولادنا يعني اتنين متخانقين دلوقتي خلاص هم مش متفاهمين خالص يعني لو هيأثر على اولادهم لو مكملين مع بعض هيفضلوا مأثرين على اولادهم لان هم غصب عنك انت بتبقي متعصبه وبترفنجي وهو بيضايقك بالولاد والموضوع مش بمزاج حد والولاد كده كده بيفهموا المشاعر على فكره يعني من وهم لسه من اول ما يتولدوا على فكره المشاعر اصلا بتحس باللمسه بالطبطبه طريقه الطبطبه بكل حاجه كل حاجه بتوصل الاطفال الولاد بيبقوا اذكياء قوي وهم صغيرين فعلا جدا فانت لما انا اجي اقول لا والله انا مكمله علشان ولادي بيحبوه لا انت طالما بتسمعي كتير قوي احنا مكملين عشان طالما انت جربتي وحاولتي ورحتي المختص وحاولتي تحلي الموضوع وما تحلش لا خلاص مفيش في ايديكي حاجه وبالعكس انت لو فضلتي في الوضع ده انت بتاذي ولادك اكتر ده موضوع كبير طبعا بس يعني في الاخر يعني لازم البني ادم يحاول ويكون الطرفين عايزين يحاولوا
يعني تبس كده سريعة نبقى في مشاركة بين الطرفين، يبقى الثقة والالتزام أساس أي علاقة. صحاب يعني إن هم يبقوا أصدقاء أكتر من إن هم يبقوا اتنين متجوزين. ما هو بالظبط دي اللي هتبني العلاقه، ولو مفيش ثقه مفيش التزام يبقى احنا لازم نشتغل على دول قبل اي حاجه، قبل ما افكر ازاي اكسر الروتين وازاي اكسر الملل ونخرج لا لازم اشتغل على الثقه والالتزام الاول. لو انا حاسه ده لازم اشتغل. ونصيحه تانية بقى للستات، ما تشيليش شيله مش شيلتك. أيوة احنا برضو بنحب نعمل نفسنا سوبر هيرو واعمل حاجات تمارين. ايوه طبعا ودي مدارس وتمارين. هو اي راجل في الدنيا والله شيلي اروح اجيبه من الشغل واوديه الف مبروك وشيلي وبراح. مش عشان حاجه في حد هيلاقي حد يشيل عنه يقول لا، مفيش حد مفيش اي حد في الدنيا. فانت بتشيلي خلاص كملي، فما تعمليش كده عشان انت اللي في الاخر هتندمي على ده. بس هي الفكره ان في ناس برضو هي بتاخد الراجل كده، هي بتاخد الراجل من بيته مدلل جدا، مامته بتعمل له كل حاجه، بيرجع يلاقي كل حاجه متحضره، فبتبتدي المشاكل من هنا اوريدي ان هو واخد على كده، فهي عيني بتبتدي تكمل في المسيره. هي اللي قررت بقى ده قرارها يعني ده قرارها، لان كده كده كل حاجه بتبان على فكره واحنا مخطوبين في الاول واحنا مع بعض كل حاجه بتبان، بس الناس اللي بتحب تغمض عينيها. فلو انت شايفه ده من الاول وشايفه ان انا مش هقدر اتعامل معاه خلاص، يعني انا اعرف ناس بتقولي لا انا عارفه ان الدلع ما يقدرش يشمس بس انا بحب خلاص حبي حبي طيب احنا بحب هرمون بيروح كده كده بيروح. احنا للاسف خلصت فقرتنا. عايزين نشكرك استاذه نيا معانا مدرب علم العلاقات والتربيه الايجابيه. ميرسي جدا، استفدنا منك كتير النهارده. شكرا حقيقي. ميرسي جدا. شكرا شكرا يا هاجر. شكرا يا امي. ميرسي. شكرا مشاهدينا، نورتونا وحلقه جديده من حكايتي.